السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سادة الحضور، سادة النقباء أعضاء النقابة العامة، سادة النقباء أعضاء الفرعيات وأعضاء مجالسهم، أهلا ومرحبا بكم في الإسكندرية. شرفنا اليوم بلقائكم وسعدنا بحضوركم في هذا العرس المبارك، وهو افتتاح نادي المحامين بجليم، ذلك النادي الذي ظل طوال سنوات عجاف نعاني فيه من غلق، من المحاربة لفتحه، وقيل عنا ما قيل، وشاعوا عنا الشائعات، وقالوا أننا نتعمد أن لا نفتح النادي، وقالوا أن افتتاح النادي سيكون بعد الانتخابات، وقيل ما قيل، وهوجمنا بفيديوهات، وهوجمنا بمنشورات وبثات، حتى أمس وفيديوهات تنشر ويقال فيها خلاف للحقيقة والواقع، ولكن كيد الله فوق كيد الكائدين، وكل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لقد شاهدتم اليوم فيديو مصور لمرحلة استلام نقابة محامين الإسكندرية لذلك النادي، والحالة التي كان عليها، وكل الأمور موثقة بالمستندات وبالصور. شفتم إسكندرية استلمت النادي ده كانت حالته إيه؟ ما كانش حالته سليمة، وما كانش مخالص، وما كانش متشطب زي ما بيتقال في الفيديوهات. مش احنا الذباب الالكتروني، الذباب الالكتروني عارف نفسه، الذباب الالكتروني هو من يحاربنا. الذباب الالكتروني هو من يسعى الى اجهاض جهد وعمل ذلك النقيب الذي سعى وجهد طوال سنوات حتى تروا هذا الانجاز. ويمكن انتوا شفتوا من عند ربنا دلوقتي موقف للي احنا فيه وللعين اللي علينا وللي بيجرى. اقسم بالله لو احكي لكم اللي احنا شفناه في النادي ده واللي النقيب شافه في النادي ده، الحاجة كانت تتعمل كنا نيجي تاني يوم نلاقيها بايظة من عند الله كده بفعل فاعل، زي ما بيقولوا كده العين رشقة والعين صابتني ورب العرش نجاني. وهو رب العرش نجانا والنادي اتفتح وأدينا الأمانة، وديكوا شفتوا. يا رب يعجبكوا وأهلا بيكم في ناديكم. يا رب نكون أدينا الأمانة. إنما قبل ما أختم كلمتي، أنا بتوجه بالشكر للسيد الأستاذ نقيب العام على الجهد اللي بذله في النادي ده بشخصه أيام ما كان نقيب للإسكندرية. أقسم لكم بالله كان بيقوم بأعمال بإيديه بنفسه مع العمال، وما كانش بيقول أنا نقيب، وما كانش بيتعالى. واللي اشتغل مع الراجل ده وقرب منه الله يكون في عونه، عشان الراجل ده عايز شغل 24 ساعة في ال 24 ساعة، عشان تروح 4 الفجر ويتصل بيك 7 الصبح يقول لك أنت لسه نايم، ما تقوم انزل شوف عمالك وشوف ناسك وشوف دنيتك. انا مش هتكلم في تفاصيل، ومش هقول لكم النادي ده اتصرف عليه ايه، وكان معمول في ميزانيته ايه، واتقال علينا ايه. انا هترك الامر للنقيب العام عشان يوضح لكم بالارقام ايه اللي كان بيجرى في الجمعية العمومية، وايه اللي كان بيحصل، وفلوس المحامين كانت فين وكانت رايحة فين. ومرحبا بيكم، وكل سنة وانتم طيبين، ومبروك عليكم ناديكم.